بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. اولا وقبل اي حاجه حابب ان انا اقدم اعتذار لحمل الكرات على الموقف اللي عمله معايا الكابتن مدحت عبد الهادي، الموقف الغير اخلاقي، الموقف الغير احترافي، الموقف اللي بيدل على اخلاق ناس معينه موجوده جوه نادي الزمالك، الموقف اللي بيقول ان الناس دي ما عندهاش احترافيه ب2 جنيه ونص، الناس اللي عندها مشاكل فنيه كبيره جدا في الفريق، الناس اللي من وقت غياب طارق حامد ومش لاقيين بديل لطارق حامد حرفيا ولا عارفين يحلوا مشكله نص الملعب في نادي الزمالك، ومع ذلك الدقيقتين اللي حمل الكرات هيتاخر في ان هو يدي كوره اللعيبه بتاعتك هي دي اللي عملت لك الازمه وهي دي اللي عملت لك المشكله. الموقف الوحيد اللي احترمت عليه مختار منصور ان هو كان رد فعله سريع جدا وقرر ان هو يعمل استغناء عن كابتن مدحت عبد الهادي وامير عزمي، مع ان هو نفسه اللي كان جايب امير عزمي وهو نفسه اللي كان جايب مدحت عبد الهادي، وقرر ان هو يعمل تحقيق مع باتريس كالترون. واعتقد ان احنا هنخش كده في مرحله السيناريو بتاع كالترون والسيناريو المعتاد بتاع مرتضى منصور اللي هو يلا نعمل اي حاجه علشان نكره الراجل في النادي والراجل لازم يمشي اصل الشرط الجزائي بتاعه اصل. نفس الكلام ده كنت بتكلم فيه ماتش سموحه، كلمت فيه ماتش مترو اتلتيكو، كلمت فيه ماتش سجرادا ان باتريس كالترون كده كده ماشي باتريس كالترون عارف ان هو ماشي، وكل الناس في جوه نادي الزمالك عارفين ان باتريس كالترون كده ماشي، بس الازمه الهيكله بتاع الفرقه عامله ازاي لما تلعب نص ملعب باوباما وامام عاشور و4 2 3 1 واوقات تقلبها 4 1 4 1 وتتركز على امام، فدي جريمه فنيه، جريمه فنيه مكتمله الاركان. مباراه ساعدتك، سيناريو المباراه خدمك، اول تصويبه لاحمد سيد زيزو في اول 3 دقائق بتغلط التنجوتي حارس مرمى الوداد وبتسجل هدف اول. اجواء مرعبه جدا، جمهور فارق جدا 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 مع الوداد، جمهور اللي بصراحه يعني كان حافز كبير جدا لفرقه الوداد، وجمهور اللي شكل ضغط كبير جدا على لعيبه نادي الزمالك، حمزه المسلوسي لعيب زحمه ابو فتوح، خط دفاع الزمالك، الونش، محمود علاء، الناس دي كلها لما لقوا الاجواء دي الموضوع كان فيه رهبه غير طبيعيه بصراحه. خط النص اللي انا بقول لك متكهرب لوحده، زيزو، شيكابالا، لعيب زي اشرف بن شرقي، مفيش حرفيا بعد الدقيقه 3 لعيبه نادي الزمالك مش عارفه تروح. الزمالك بعد الدقيقه 3 ما دخلش المباراه اساسا، مع ان الزمالك كان كسبان 1-0. طب نعتمد على المرتدات وسيف الدين الجزيري؟ لا، مفيش مرتدات ولا في حد عارف يعدي واحد على واحد، ولا في حد عارف يوقف كوره في نص الملعب، ولا في حد عارف ينقل اللعب، ولا في حد عارف يستغل ان الوداد دخل في جون اول 3 دقايق. بالعكس، انت سبت الوداد هو اللي يرجع في الجيم، والوداد لما رجع في الجيم اعتقد على عينيك. الوداد لما رجع في الجيم وسبت له الكوره، شفنا فرقه الوداد لما استحوذت على اللعب، وشفنا الزمالك لما ساب لهم الكوره بعد الدقيقه 3 الدنيا بالنسبه للزمالك كانت عامله ازاي. شفنا خطوره الوداد، شفنا ال 4 4 2 بتاعه الوداد اللي بدات تشكل خطوره على خط دفاع الزمالك، شفنا المهاجم الافريقي القوي جدا اللي عند الوداد اللي هو مبانزا، شفنا الولد ده دي كان خطير، هو اسمه كاريل او تقريبا اسمه مبانزا، بس بصراحه في كل الاحوال مهما كان اسمه هو كان خطير جدا جدا على خط دفاع الزمالك، وتسبب بنسبه كبيره جدا في الهدف الاول. الهدف الاول اللي عرف كويس قوي ان هو يحط جسمه وسط محمود علاء ووسط الونش ويغلط محمود علاء ويخلي علاء يطلعها بطريقه سيئه علشان خاطر حمزه المسلوسي يبقى متاخر، الراجل ياخد يشوط وترد تاني تيجي لزهير المطرجي ويسجلها في مرمى محمد ابو جبل علشان الهدف الاول يتم تسجيله في الدقيقه 27. الزمالك يرجع بقى في الجيم؟ لا، الزمالك يرجع ايه؟ ما انا قلت لك الزمالك بعد الدقيقه 3 ما جاش الملعب اساسا. يعني الزمالك بعد ما سجل الهدف يلا يا جماعه بقى نعمل اي حاجه؟ لا، ما فيش اي رد فعل ولا في اي حاجه خالص. الزمالك بعدها ب 10 دقائق ابو جبل بيطلع كرة مميزه، عاش يا باسكي، عاش 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 عاش، طلعها ركنيه، ابو جبل في الركنيه بيدي الكرة بالبوكس لأمين فرحان المساك بتاع فرقة الوداد علشان يعملها دبل كيك، اللي هو أنت بتعمل إيه أبو جبل؟ أنت بتعمل إيه يعني؟ ما بتطلعش كده خالص أبو جبل، عملت بالبوكس وخلاص، بس مش للدرجة ده أبو جبل، الفرقة لبست التاني خلاص، يعني هم أساسا مش شايفين قدامهم، فخلاص لبست الهدف التاني خلاص الزمالك كده أوت، خرج بره الجيم رسمي، هو أساسا ما لحقش إن هو يخش في الجيم، يعني حتى هو جايب جون ما كانش جوه الجيم، بالك بقى الزمالك لما دخل فيه جون الدنيا عملت إزاي؟ شفنا تألق لنص ملعب لعيبة الوداد اللي كان فيهم مثلا جلال الدودي ويحيى جبران، اللعيب اللي عنده خبرات كبيرة جدا، وأيمن الحسوني ورضا جادي،
في لعيبه كانت تقال بجد يعني، في لعيبه حسيت ان منظومه الوداد مع الجمهور اللي كان موجود جوه الملعب ده، لما الوداد اتقدم حسيت ان الزمالك مش هيرجع في الجيم، ان الموضوع انتهى تماما، ان الوداد خلص المباراه بنسبه كبيره بعد الهدف الثاني. وكمان لما لقيت ان الفرقه رجعت تدافع وسابت الكره للزمالك وحرفيا عارفه تدافع وعارفه تقفل المساحات على فرقه الزمالك، قلت خلاص الزمالك لو قعد من هنا للصبح بالمنظر بتاع الزمالك ده الموضوع هيكون صعب جدا، علشان كالعاده باتريس كالترون يجي ويقرر ان هو يخرج شيكابالا. اللي هو انت بديت بشيكابالا ازاي اساسا؟ يعني شيكابالا لما بديت بيه الماتش اللي فات قلنا شيكابالا لعيب بتاع تغييري بتاع تغييره، مش لعيب بتاع بدايه مباراه، انت بديت بيه برضه المباراه وبرضه عطالك نفس الكلام اللي احنا قلنا عليه ماتش سموحه، ما عطالكش كل اللي انت كنت متخيله. شيكابالا هيديك تلت ساعه في النهايه، انما مش هيديك تفوق في بدايه المباراه. بس عادي كالترون ما فيش اي حاجه خالص، بيتعلم من ام الاخطاء. وطبعا نزل اوناشو، ونجم اللي بسم الله ما شاء الله من وقت رجوعه لنادي الزمالك هو مش شايف قدامه ولا مقدم اي اضافه، هو ما فيش كان غير مباراه قدر ان هو يسجل هدف ويحرز اسيست، غير كده بسم الله ما شاء الله ما فيش. وعمر السعيد ما كانش في الدير الجزيري، طب انت خسران بتطلع ليه مهاجم مكان مهاجم؟ ما فيش، يلا بقى قضيها بقى عك شويه تاني ونزل حازم امام مكان حمزه المسلوسي. ليه؟ اصل حازم يعمل ادوار هجوميه، ادوار هجوميه انت عارف تمسك الكره في نص الملعب، ادوار هجوميه انت الونش كان بيطول كور طويل على حازم امام، علشان المفروض ان احنا مش عارفين نمشي كوره في نص الملعب، لا اوباما ولا امام عاشور عارفين يمشي كوره في نص الملعب. فانت بسم الله ما شاء الله مش عارف تمشي كوره في نص الملعب، والكوره الطويله بتتاخد منك، يعني انت حرفيا ضايع جوه الملعب، بس مع ذلك انت لسه مكمل في نفس الكوره الطويله اللي انت مش عارف ايه الهدف منها، عمال تلعب كوره طويله كوره طويله كوره طويله لحازم، كل الكوره طويله لحازم، وينش كوره طويله لحازم، محمود علاء كوره طويله لحازم، بنحاول نجرب الفتوح، بنحاول نلعب كور طول لعمر السعيد. ليه؟ لان احنا ما عندناش نص ملعب. طب ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيها بقالنا فتره، ان الزمالك ما عندوش نص ملعب ونص الملعب عنده ضايع. بعد كده راح منزل رزاسي مكان يوسف اوباما بعد ما لبس الهدف الثالث، الهدف الثالث اللي طبعا جه بعد اللقطه العبيطه اللي عملها مدحت عبد الهادي، اللقطه اللي برده بتنم على اخلاق مدحت عبد الهادي. مدحت عبد الهادي قوم الجمهور بتاع الوداد كله وعلى نادي الزمالك، الفرقه بتاعتك مش شايفه قدامها يا عم مدحت، وانت بتيجي تعمل موقف غبي وتضرب لي حامل الكرات، ليه؟ ليه بتعمل كده؟ ليه بتعمل ام المواقف الغبيه المتخلفه اللي بتقول ان انت لا تصلح ان انت تشتغل في الزمالك الا بتعيين المرتضى منصور؟ ليه؟ ليه؟ فين ام الخبرات؟ فرقتك مش شايفه قدامها، هل اللحظه اللي هترمي لها الكوره فيها هي دي اللي هتخليك تكسب الماتش؟ انت لو قعدت تلعب لحد بكره الصبح بمنظرك اللي كنت عليه ده مش تكسب الماتش، فالقصه مش قصه حامل كرات خالص. وبعدها هتيجي لابس مرتده يحيى جبران بيسجل الهدف الثالث. اصلا مش عافيه. ولا شغل حلمانتيشي يلا ناخد الكوره ونرميها وهنرجع في النتيجه، انت لو قعدت تلعب لحد الصبح مش تلعب مش تعمل اي حاجه. ليه؟ لان افكار فنيه مش موجوده. بدلاء للاعيبه السين مش موجوده. لعيبه اساسيين مستواهم واقع ومش عارفين ترجعوه. جمل فنيه وتكتيكيه، الفرقه ما عندهاش ب 2 جنيه وربع جمل فنيه ولا جمل تكتيكيه، واقفه جوه الملعب وتحمل ضغوط مش موجوده. عندكم مشاكل فنيه كبيره جدا في تمركز المساكين في الكور الثابته وفي الهجمات المرتده. نص الملعب عندك بيبان قد ايه ان هو ضايع خالص، مفيش حاجه اسمها تغطيه خالص في الهجمات المرتده. فلما تيجي تتكلم ان كل المشاكل دي سببها ان الولد بتاع الكرات ما عطلكش الكوره، فده المؤاخذة يعني بيدل على عقلية لا تصلح انها تشتغل في نادي الزمالك. بس هنعمل ايه؟ مرتضى منصور ممسككم وجايبكم عافية وقهر. وفي الآخر برضه مرتضى منصور أول ما شافكم خسرتوا وراح ملبسكم أول ناس الليلة. ليه بقى؟ لأن انتوا تستحقوا انكم تلبسوا الليلة. فكل الأحوال ربنا يكون في عون جماهير نادي الزمالك هي اللي تتحمل كل القرف وكل العك وكل العنجهية من رئيس النادي اللي بياخد قرارات غبية، والعنجهية بتاع مدير فني عايز يمشي بس عايز ياخد الشرط الجزائي بتاعه، ولعيبة أقل بكتير من هي تلبس شيرتات نادي الزمالك، وطبعا لجنة فنية أو لجنة تعاقدات ما عندهاش أي بلان ولا خطة لأي حاجة خالص. الجمهور هيفضل متحمل كل العك ده كتير؟ الله الله وأعلم. الوداد يستحق الفوز؟ طبعا الوداد يستحق الفوز. الوداد بيقرب ان هو يصعد، بيقرب ان هو يصعد لو عرف ان هو يعمل نتيجه ايجابيه مع الزمالك في المباراه القادمه اللي هتكون في استاد القاهره، اعتقد ان الوداد هيخلص الدنيا بدري بدري. بس لو هنخلص الوداد وبتر اتلتيكو فيا ريت الوداد يطلع اول، عشان ما ينفعش المجموعه يبقى فيها الزمالك والوداد ويطلع فيه بتر اتلتيكو اول. هارد لك لجمهور الزمالك، الف مبروك لجمهور الوداد،
جمهور الوداد، والوداد استحق الفوز عن جدارة. وبرضه بعتذر تاني للولد بتاع الكرات، ومعلش مساحة فينا، تصرف طايش من راجل مجنون، هنعمل له ايه؟ لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فهو ده رأيي على المباراة.